في نهاية الأسبوع الماضي استضفنا في بداية الحلقة الأستاذ محمد بنور من تونس. قلنا له يا أستاذ بنور، دي حاجة غريبة جدا، عدوى تمرد وصلت تونس انطلاقا من مصر، بعدما كانت عدوى الربيع قد وصلت مصر انطلاقا من تونس في 2011. دي حاجة غريبة يا أخي. قال لي إيه اللي أنت بتقوله ده يا عم محمد؟ تمرد إيه وبتاع إيه؟ إحنا في تونس ما عندناش الكلام ده. قال تمرد. قال أنا اتخضيت، قلت يا لهوي، ما فيش تمرد صحيح في تونس؟ إيه الكلام الفارغ اللي أنا بقوله ده؟ أه والله يا أستاذ بنور ما فيش تمرد صحيح، شوف كده ما فيش تمرد ولا حاجة خالص. إيه ولا جمع توقيعات على إقالة حكومة النهضة الإخوانية في تونس ولا أي حاجة خالص. المذهل انه الاخ بنور الذي انكر لسين بي سي عربيه انكر انه في تمرد، قال لي لا احنا في وفاق تمرد يا محمد، ما تقولش الكلام ده. راح ل وكاله الانباء الالمانيه وقال لهم ان الحركه حركه تمرد مدنيه شعبيه وسلميه ومستقله عن كل الاحزاب السياسيه، وهي مستوحاه من تمرد المصري، الهدف منها تصحيح وتطهير الثورة التي سرقتها الأحزاب المتواطئة وأحزاب الائتلاف الحاكم. أمال الكلام ده ما تقالش عندنا ليه يا أستاذ بنور؟ عموما يا سيدي، المهم إن احنا وضحنا الصورة، مش مهم تقولوا عندنا أو تقولوا عند الألمان. ما هم الألمان دول أصل دمهم خفيف، بتوع مرسيدس وبي إم كده دمهم خفيف، احنا دمنا تقيل، ما يجراش حاجة. في تمرد في تونس؟ في تمرد في تونس قطعا. العدوى من مصر وصلت تونس؟ وصلت قطعا. الثورة على نظام الإخوان في دول الربيع العربي ستكون شاملة، لن تقتصر على القاهرة. هذا أيضا مقطوع به يا أستاذ بنور، سواء قلته لسين بي سي عربية أو قلته لوكالة الأنباء الألمانية، بس لازم التنويه يعني. هذا أولا. ثانيا، في مصر ومع الاشتباكات المتصلة في الشوارع ومع لجوء جماعة الإخوان المسلمين للعنف، رغم أنه مرشدها قال سلمية سلمية في خطاب بثته قنوات كثيرة وخصوصا قناة الجزيرة بثته، وبثت صلاة الاستغاثة وبثت الدعاء، يعني أفردت في يوم خطاب المرشد أفردت بثها كله بعناوين عريضة جدا لحكاية سلمية دي. الجزيرة أنتم عارفين جزيرة تدعو لله عنف يعني، و حكاية سلمية مهمة جدا بالنسبة لها. المرشد قال احتجاجنا على الإطاحة بالرئيس الشرعي بين قوسين محمد مرسي لابد أن يكون سلميا يا إخوان. والمرشد ده أعلى سلطة في جماعة الإخوان المسلمين، حينما يقول للقواعد للكوادر سلمي لازم الكوادر تسمع الكلام، وإلا ما يبقاش تنظيم يبقى فوضى. قال لهم سلمي مباشرة بعد أن انتهى من حديثه هذا الذي أكد فيه على سلمية الاحتجاج، انطلقت حشود الإخوان لكي تسبب حالة شغب هائلة سقط فيها عشرات الضحايا في مصر. فأنا مش عارف بقى، هو هؤلاء تمردوا، وكلمة تمرد دي كلمة لا تليق هنا، يعني ثاروا ولا ثاروا تنفع، لم يطيعوا عصوا أوامر المرشد. هؤلاء الإخوان عصوا أوامر المرشد، ده لازم يفصلهم من الجماعة أو يقول لهم أنتم لا تمثلون جماعة الإخوان، لكن هو ما خرجش يقول الكلام. الجزيرة لم تدع ذلك. مصر في انتظار أن تشكل فيها حكومة جديدة ينتظر منها أن تصنع معجزة، لكن يبدو أن هذه الحكومة إذا ما شكلت ستكون هذه في حد ذاتها المعجزة. لماذا؟ لأنه في حزب يلعب دور غريب اسمه حزب النور السلفي. هذا الحزب الذي علنا وعلى موائد التفاوض يقول انه يرفض عنف الاخوان المسلمين، ويرفض الدعوه للفوضى، ويرفض ان يشارك مع الاخوان المسلمين في تدميرهم لمرافق البلاد واعتدائهم على المصريين في الشوارع او على حتى الثوار الذين يحتشدون في الميادين. لكن يقال انه في كوادر من حزب النور تشارك جماعه الاخوان فيما تفعله من عنف، يقال ذلك. المهم أن حزب النور قياداته تشارك في المفاوضات المشاورات لتشكيل حكومة مصرية جديدة، وحينما اقترح اسم محمد البرادعي، بل أعلن هذا الاسم، ومحمد البرادعي حاصل على جائزة نوبل وواحد من المرموقين في العالم، حينما اقترح اسمه اعترض مفاوضو حزب النور وقالوا لا إلا البرادعي، هتقولنا أي واحد تاني إلا البرادعي، فشلت
مشاورات تشكيل الحكومة. هناك أسماء أخرى مطروحة، لكن يبدو أنه حزب النور سيقف بالمرصاد لأي اسم لا يحقق غايات تيار الإسلام السياسي، وكأن المصريين حينما خرجوا في 30 لكي يطيحوا بالإخوان بدعوى أنهم متكبرين متجبرين يستحوذون على السلطة استحواذا ويحققون أجندة التيار الإسلامي وحدها دون النظر لأي أجندة مصرية أخرى، وكأن المصريين حينما فعلوا ذلك أزاحوا الإخوان وأبقوا السلفيين الذين سيحققون أجندة الإخوان. يبقى عملنا إيه بقى يوم 30؟ أنا مش عارف. هو اختبار التوازن بين القوتين الليبرالية والإسلامية في مصر، أول اختبار حقيقي لمستقبل مصر السياسي بعد ثورة 30 من يونيو. إنه اختبار تشكيل حكومة توافقية تجمع عليها كافة الأحزاب والقوى السياسية. كان البلدعي رئيس حزب الدستور الملقب بالبوب أبرز الشخصيات الليبرالية المرشحة لقيادة الحكومة الجديدة، حتى أن اسمه أعلن بشكل شبه رسمي قبل أن تنفي مؤسسة الرئاسة الاتفاق على اسم رئيس الحكومة الجديد، وسط تأكيدات بأن اعتراضات واسعة من حزب النور السلفي كانت وراء التراجع عن تكليف البلدعي بمنصب رئيس الوزراء. كونه يعترض ده حقه، بس لازم يقول بيعترض ليه. يعني أنا لما أجي أقول أنا مش عايزة فلان لازم أقول ليه. في فترة حرجة زي دي احنا محتاجين حد بخبرة الدكتور البرادعي السياسية الدولية، محتاجين حد برؤيته. ما نقدرش ننكر ان الدكتور البرادعي من ايام الرئيس السابق حسني مبارك هو اللي كان ورا الثورة، وهو كان من اول الناس اللي بيعترضوا بيجاهدوا في اتجاه الثورة، وهو اللي شجع الثورة الحقيقة واستمر معاه لغاية النهاردة. أما الشارع المصري الذي ثار في 30 من يونيو لإسقاط الرئيس السابق محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، فيتطلع لحكومة قادرة على تنفيذ مطالب ثورة لم تتحقق على مدى العامين ونصف الماضيين. أي شخصية، ما أنا دعيني من الأسماء بردعي أو الأخر، المهم رئيس وزراء يكون عارف معمنة رئيس وزراء، يعمل إنتاج، يعمل يشوف الدنيا فيها إيه، يجيب وزراء كفاية مرار بقى اللي احنا شفناه. يكون رجل كفاءة ويختار بقيه الحكومه يبقى كفاءات، اهم حاجه كفاءات. الامن والامان والناس تكون كويسه مع بعضها والناس تشوف اكل عيشها والبلد تمشي. رئيس الوزراء الجديد لن يكون مطالبا فقط باصلاح الوضع الداخلي سياسيا واقتصاديا وامنيا، وانما ايضا بتصحيح صوره الثوره المصريه في الغرب بعد انتقادات دوليه واسعه لتدخل الجيش واعتبارهم انقلابا عسكريا. اللي حصل في مصر هيغير طريقة تفكير الدول الكبرى في التعامل مع دول العالم الثالث، لأن يمكن دي لأول مرة ابتدت الشعوب هي اللي بتتكلم. كان زمان الدول، أو يعني مش زمان يعني من كم يوم، كان مدام الحكام والرؤساء علاقتهم كويسة بالغرب أو بأصحاب القرار الأمور ماشية وهم بقى يتعاملوا مع شعبهم. النهاردة الشعب قال لا، قال إحنا صح أصحاب الكلمة وإحنا أصحاب القرار. فإحنا محتاجين حد الحقيقة في الفترة دي اللي الغرب لازم هو كمان هيغير خططه يعرف إزاي يتعامل. وإذا كانت القوى الإسلامية قد انقسمت على نفسها بين مؤيد ومعارض لثورة 30 من يونيو، فإن اختبار تشكيل الحكومة الجديدة قد يكون المحك الرئيس لإمكانية تحقيق توافق وطني في مصر. يبدو إذن أن إحداث التوازن بين مطالب القوى الإسلامية والقوى الليبرالية حول تشكيل الحكومة الجديدة سيكون العقبة الأبرز التي تواجه خارطة الطريق السياسية في مصر خلال المرحلة الراهنة. ياسين الجوهري، CNBC عربية، القاهرة. السيارات تسير وراء ياسين عادي جدا كده وكأنه ما فيش أزمة بنزين. يبدو أنه أزمة البنزين خلصت فور الإطاحة بنظام الإخوان، وأنا ما أعرفش هو الإخوان كيف فشلوا في توفير البنزين للمصريين فتوفر فور أن أطيح بهم. ده كمان سؤال مهم. لكن أنا سأرحب الآن بضيفي الكريم سعادة السفير جمال البيومي، مساعد وزير الخارجية المصري السابق والأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب. مساء الخير سعادة السفير. أهلا وسهلا. أنا في ألغاز كتير سأستفتيك فيها سعادة السفير، منها لماذا ظهر البنزين ولماذا ولدت أزمة بنزين في غزة مباشرة بعد سقوط نظام الإخوان. لكن خلينا نبتدي بشيء آخر. الحقيقة كلما أتحدث عن العنف الذي تمارسه كتائب الإخوان في الشارع يقولوا لي أنت ظالم، مش صحيح، ما فيش عنف، ما إحنا المظلومين في هذه الحالة ولسنا الظلمة، نحن من يعتدى علينا ولسنا من يعتدي وإحنا جماعة مسلمة.